انت على المباشر. اخدم شنو شويه ديال المتسع. الله إذا أهلا وسهلا متتبعي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة شفشاون. حنا كنتواجدوا بالضبط بمنطقة راس الماء في زيارة لأحد الباعة اللي كيبيع العصير مشهور هنايا براس الماء. وطبيعة الحال فهو كيوجه رسالة للشباب كيقول لهم نوضوا تخدموا، الخدمة ماشي عيب. طبيعة الحال فهو ناض وكافح وخا قرا، فالحمد لله فهو كيجيب اللقمة ديال العيش من فم السبع. وطبيعة الحال فهذه رسالة للشباب باش أنهم ينوضوا يخدموا على راسهم، فالخدمه ماشي عيب وما تستناش انك تلقى الوظيفه عاد نوض تخدم. فالانسان هو اللي يجيبها بدراعه، والحمد لله فالنموذج هو امامكم. شاب قدر يبني الحياه ديالو وماشي كيستمر، يعني كيطيح وينوض يطيح وينوض، ونتمنوا له ان شاء الله انه ينجح في المسيره ديال الحياه ديالو ان شاء الله. تفضل عرفنا براسك، شنو كتبيع، شحال وانت هنايا؟ السلام عليكم، اسمي ديالي يوسف بوزيد، ملقب بوزنيني. المده اللي عندي فيها هنايا راه 10 سنين، 8 سنين 10 سنين، ولكن الاخ ديالي هو اللي كان في الاول هنايا، هو اللي عطاني فرصه انني نخدم هنايا من بعد ما ساليت من القرايه ديالي. وبالنسبه للبيع والشراء الحمد لله على كل حال، نهار غتبيع مزيان ونهار ما غتبيعش، المهم الحمد لله دائما كتفيق بنفس الحماس، نفس ما كتبدل شي. واخا تفضل. بالنسبه ليك يعني انت هنا بديتي، شنو الصعوبات اللي لقيتيها اول مره؟ واش كتلقى صعوبات يعني يكون الجو بارد ولا عادي يعني تسالستي مع مرور؟ بالنسبه لهادشي كنصبروا واخا يكون الجو بارد، المهم كنحاولوا اننا نتجاوبوا مع احوال الطقس كما كانت ونخدموا نوضوا يعني نقولوا بسم الله ونخدموا. يعني صحيح كاين اللي كيشوف ياخور كيبيع البرتقال كيجيبوا له هذه الخدمه، هذه سهله خدمه ما فيها حتى شي حاجه، يعني اي شنو الحاجه اللي الصعوبات اللي لقيتيها اول مره في هذه الحرفه؟ هي صراحه حتى شي حاجه ما سهله، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرفات، واي واحد صراحة فاقلو شي حاجة ولا باغي يعمل شي حاجة توكل على الله، قول بسم الله توكل على الله، وربي ما كيخايب حتى شي واحد. صحيح. بالنسبة ليك يعني انت اللتشين ديالك دائما بارد، سواء في الصيف سواء في الشتاء سواء في الخريف؟ دائما بارد، حيت هاد البلاصة الناس كيعرفوها بلاصة باردة بزاف. و في الصباح ملي كتجيب اللتشين ديالك فين كتنزلو؟ فين كتنزل البرتقال؟ كنحطو غير هنايا، ملي كيكون عندي أربع صنادق كتحطهم غير هنايا وصافي. يعني كنغسلهم هنايا كما كتشوف، كنحط. ورينا هاد البلاصة هادي اللي كتبرد فيها العصير ديالك. كيكونوا عندي في الصنادق هنايا كما كتشوف، الصندوق هو هدايا، كيكون عندي عامر من بعد كنقيه من هادو هما. شطاب كنقيه وكرمي شطاب كتبقى البلاصه ديالي نظيفه كما كتشوف اخوتي. هذا هو بلان، والحمد لله اي واحد كيجيني هنا يعني عندي كيعجبو هذا الشيء، كيعجبو صراحه القهوه، ما تخافش من القهوه، هذه يعني من عند الناس ماشي من عندي انايا، راه اي واحد كيجيني هنا كيقولها، وانا كنفتخر بهذا الشيء وشكرا بزاف لاي واحد كيدعمنا. حنا كشباب كنحاولوا اننا نكافحوا ونحاولوا نعملوا شي حاجه، شكرا بزاف لاي واحد كيف ما كان، سواء في المغرب ولا برا المغرب، وكنرحبوا باي واحد. بالنسبه لكم انتم يعني كبائعين، انا من الناس ديال شفشاون، يعني من طاحت هذه الشتاء يرحمنا الله عز وجل ورجعت هذه المياه يعني من راس الماء
اكيد حتى مجموعه ديال الزوار اللي كان اللي كنفقدوا راس المرج. الله يعاونك. صراحه ملي ما كان سبق ما طاحتش الشا كنا كنحسوا بواحد يعني واحد كما كتشوف واحد الماء واحد المال واحد الخوف. ولكن من اللي يرحمنا ربي بالشا صراحه قلوب فرحات وبزاف الزوار كانوا كيجيو نشاو ما كيجبروش الماء يعني ما كاينش منظر راه راس الماء هي الشا هي الماء وهذاك ملي كيطيح الشا كتزيان الدنيا هنايا وحتى الحاله كتتحرك شويه. شنو تقول للناس اللي ما عمرهم جاو الشاوش اذا جاو الشاوش شنو غادي يلقاو في الشاوش؟ الناس اللي ما عمرهم جاو الشاوش مرحبا بكم ان شاء الله نحاولوا اننا نعطيو ما في جهدنا باش نرضيوكم باش نفرحوكم باش نتعاملوا معكم مزيان. وكنتمنوا اننا تجيونا هنايا وتجبروا الراحه ديالكم وتستمتعوا بالوقيته ديالكم هنايا شاو. بالنسبه لي ديك العصير شحال قال لي الثمن ديالو؟ الثمن ديالو بان العصير السابقه شحال كنتي كتبيعو؟ سابقا كنت كنبيعو 7 دراهم صغير و10 دراهم كبير ودابا كنبيع صغير 10 دراهم كبير 15 دراهم. الحمد لله ما كنجبرش مشكل ناحيه الثمن حيت الناس عارفين شنو كاين الناس عارفين شنو كاين وبالعكس الناس كتجي عندي كتشوف يعني كتشوف طريقة العمل ديالك صراحة كتقول لها 10 دراهم كتعطيك أكثر من 10 دراهم على ديك الطريقة أنت اللي كتخدم بها وكتحاول أنك تقدم شي حاجة اللي مزيانة اللي في المستوى. عمر عصرنا شي كزلتين على المباشر. انا شفتيني غادي نبقاو مع الطريقه كيفاش كيعصر ليها شي من هاد الطريقه اللي هي سهله يعني الحفاظ 10 سنين ياك اخ ديالي هو اللي حببني كتحب كنوجه له واحد التحيه كبيره من هذا المنبر لما كتوجه التحيه اخ ديالي هو اللي دربك هو اللي هو اللي علمني هو اللي حببني في هذه الحرفه هذيا صراحه اللي بيها مش عايش دابا يعني مجموعه ديال التعليقات تقول الناس ديال الشاون يبقاو على الطبيعه ديالهم وغادي يكون خير ان شاء الله. مجموعه ديال التعليق اللي كتبت ضروري ان شاء الله بالنسبه لكم انتم مستافدين من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه كما كتشوف هي هذه مبادره وطنيه للتنميه البشريه الحمد لله مزيانه يعني كتجبر شي مشكل بزاف ديال الشباب هنايا صراحه وبالنسبه لي مزيانه بخير الحمد لله. انتم معهم منضبطين يعني مقيدين الطريق ضروري ضروري كتجمعوا لهم الازمه ضروري خصك تلتزم بالقوانين ديالك فهمتي هذا الشيء اللي كاين. شنو تقول يعني هضرنا شنو تقول للناس تشاور شنو الاماكن اللي هنايا زوينه بزاف بغيت يجيو يزوروها هنا تشاور هنايا كاين جامع بوزعافر اماكن هنا في تشاور معروفه راه اي واحد كيجي كاين جامع بوزعافر اللي كيمتاز بواحد الاطلاله واعره مضخمه كطل على المدينه اللي جميع السياح وجميع الزوار اللي كيزوروا المدينه كيطلعوا لها مع الغروب حيت كيكون واحد المنظر اللي واعر. وكاين صراحه الاحياء القديمه اللي كاين شي دروبه اللي واعرين اللي بعض الشباب قاموا ببعض المبادرات وزينوها اللي شي حاجه اللي واعره. وكاين كاين راس الماء كما كتشوفوا اللي هي بلاصه اللي كيخرج منها الماء منبع ديال الشاون. وكاين كاين لطحمم لطحمم كاين معلمه تاريخيه قصبه كاين واحد المعلمه تاريخيه تما المهم الشاون كامله جميله جميل. هضرنا شويه على هذا المسجد هذا اللي قلتي فيه جا واش جا عالي واش هو هذا المسجد اللي كانوا بناوه شحال هذه الاسبان الاسبان
هادو ما كانوا بناو باش يسترجعوا به المقاومه. ايوا اختي ما عندي شي معلومه ولكن شويه وصافي فهم. باش تطلع له منين من راس ما عندك واحد 10 دقائق اذا كتطلع له قريب ماشي بعيد. وصراحه بلاصه اللي واعره اللي اي واحد يقدر يتمتع فيها. تحياتي شكرا جزيلا. شكرا اخي وشكرا على استضافه شوف تي في. شكرا بزاف. شكرا بزاف. تحياتي اذا متتبع قناه شوف تي في. حاولنا اننا ننقل لكم هنا مباشره من راس الماء يعني احد الشباب اللي هنايا بمدينه الشاون اللي عنده مشروع ديال بيع البرتقال عصير بيع البرتقال. نتمنوا له التوفيق ونتمنوا للشباب انهم ينجح في المسيره ديالو ان شاء الله. وعندي كما كتشوفوا الخوت كنحاول انني نمتع معايا الزبائن ديالي. انا نعطيكم كمثال حالة هدايا كدعم الفيديوز مع مع الزبائن ديالي كيقولوا شي كلمه على العصير ديالي. صحيح. والحمد لله ان كل شيء كيرد عليا بايجابيه. القناة ديالك دابا شحال واصلة هادي؟ القناة ما كنشارش فيها كنحطها في انستغرام بزاف الناس كيسيبورتين. كيسيبورتين الناس بزاف انستغرام مع الكوار يعني عندهم انستغرام بزاف كيسيبورتوني فهمت؟ تم الطريقة يعني جات فكرة عام واحد الأجنبي كان عندي انستغرام ولكن واحد الأجنبي هو اللي عطاني فكرة عطاني أنني كيفاش عندك انستغرام تقدر أنك تحط وتمتع معاك الناس اللي ما كيجيوش هنا يزوروا هاد المدينه قدر يعني بالفيديوهات ديالك انهم يجيو يزوروا هاد المدينه ويزوروا وقت انتين. صحيح. اذا دابا هاد وسائل التواصل الاجتماعي رجعت جزء من الترويج السياحي للمدينه ديال الشاون. تحياتي شكرا جزيلا. اذا متتبعي قناه شوف تبي نتمناو التوفيق لهذا الشاب ولجميع الشباب الطموحين واللي كيجيبوا انفهم من السبع. اذا متتبعي قناه شوف تبي الى هنا ننهي هذا البث المباشر وإلى بث آخر. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.